رمضان صيام العطش ما تلقلها غير كاس شربات بعد الله الله عبلو يقولوا بلي اصل التسميه هو عثماني معناتها اون بواسون فريش سكري صافا وكتاني الكلمه العربيه كما نقولوا شربا دونك عفساني نشربوها عفسان ليكيد بواسون فري جينيرالمون الشربات تكون مخدومه كما قلتي اون بواسون سكري مخدومه اباز دي لي فروي جوغ لي جو تاع لي فروي دونك نقدروا نديروا فيها نيمبورت كيل فروي وي باسكو ما كاش جوغ حنا نعرفوا غير الشربات تاع القارص في الجزائر اكزاكتومون ما كاش غير الشربات تاع القارص جوغ الشربات سي اون بواسون لي مشتركه بين بزاف بلدان عربيه منهم كيما نشوفوها في مصر نشوفوها في العراق تكون مخدومه بفواكه اخرين كيما لي سيريز نحكوا حكايه ولا بيان سور عندك وي نوت كيما على بالنا الشربات ما باليش انا على بالكم بلي كيما قلنا اصلها قتنا اكرام اصلها عثماني السلاطين بكري تاع العثمان كانوا كي يزيدوا عندهم امراء يقدموا الشربات للرعيه تاعهم كانت مخدومه ما يديروا فيها القرفه زنجبيل يديروا فيها جو تاع العنب بصح حنايا الشربات تاعنا اللي عندنا في الجزائر اللي نشربوها واش فيها تكون مخدومه بالقارص نديروا فيها السكر مظهر باغ جو هنايا هذا اذا تعرفوه سي لي فلور تاع لورانجي فوالا اكرا يديروا جو اسم لي درو ديستيلاسيون لي فلور دونجي كاين لي يزيدوا لها ثاني القرفه كاين لي يزيدوا لها لافاني بوغ باش ينكهوها ولا في منطقه البليده بوفاريك كما على بالنا دائما كنقولوا شربات شربات بوفاريك اكزاكتومون شربات بوفاريك واش يديروا فيها القارص ويديروا فيها الياسمين علاش يديروا فيها القارص والياسمين كما على بالنا كي نقولوا شربات بوفاريك واش فيها متيجه متيجه لي زاغوم حمضيات اي والله القارص في متيجه مشهوره بالحمضيات القارص ما كاش دار ما يكونش فيها القارص وشجره تاع ياسمين كانوا دونك لي فامي اللي في بليده ولا متيجه كانوا يستعملوا واش عندهم القارص الياسمين باش يديروا لي بواسون هذوما اللي يستعملوهم كما قلنا اكرام في المواسم في الفرح ثاني كما المواسم كما زعما عندنا رمضان جوستومون الشباب اللي يقولوا بلي جينيرالمون دراري صغار هكذا كي صوموا بروميي جور تاعهم تاع رمضان يعطوا لهم هكذا كاس شربات يكسروا به صيامهم وديبي سي فري علاش فكي صمت الخطره الاولى داروا لي جور شربات برك الشربات اللي يديروها الطفل الصغير كي صوم ما يكونش فيها القارص باش يلا على بالكم يكون فيها الماء والسكر اذا قولوا لنا نتوما واش ديروا في الشربات بارطاجيو افيك نو اون كومونتير واش ديروا في شربات رمضان Voilà. Est-ce que des le citron ou là d'autres fruits ou là d'autres composés? La sable les familles, la sable la date où t'as calé, t'as tout le dire. Même si tu veux venir من خارج الجزائر, c'est-à-dire من بلدان شرقية ولا المغرب العربي, قولنا كيفاش تخدموا شربات تاعكم. Bien sûr, partagez ça en commentaire avec nous. Voilà, إكرام بصحة. سقسيتيني. صحة. شربات تاع علاش نشربوا شربات؟ وي علاش نشرب؟ سي فغي علاش نشربوا شربات في رمضان؟ جو على بريسيزامون في رمضان. انتي مقبيه قلتي العطش الشربات والعطش على جون نشربوها تروي العطش صافي اكزاكتومون علاش باسكو فيها سكر وجينيرالمون تشرب بارد ماشي سكر هيا عليا فيها الماء فيها الماء فوالا فيها سكر بوغ افوا دينيرجي سكر بوغ لينيرجي سكر جلوكوز اي تي بي كورتانا يسحق الانرجي نهار كومبلي وحنا صايمين نسحقوا عفسه حلوه نشربوها قارص لا مش القارص كنا نهضروا على بلي الي غاخي شي سانتوي باسكو فيها الماء كنت حنحكي تفكرت الحكايه تاع واسمو جوغ كي هضرنا على بليده الثلج وكلش زمان الرجال في البليده واش كانوا يديروا كانوا يستوكيو الثلج تاع اللي في الجبال يستوكيوه في واحد الوزين ويبقاو هذوك لي غلاسون جوغ كاع العام دايوغ الشربات زمان ما كانتش كيما دوكا في لي ساشي لا نشوفوها ولا في القرع تاع بلاستيك كانت تندار في فاش يقولوا جرات تاع الطين
داكوغ. لا قله ولا يديروا فيهم لي غلاصون باش تبقى بارده. باش تقعد باش تشد هذيك البروده. اكزاكتومون باش تشد البروده وتروي العطش سورتو في الصيف كانوا يشربوها بزاف في الصيف. فوالا. كاين عفسه دوكا. كاين عفسه دوكا. عندنا شربات تاع الدار وعندنا شربات اندستريال. شنو هي لا ديفيرونس بيناتهم؟ شربات تاع الدار كيما قلنا زغ فيها حفايس اللي نعرفوهم اللي نوجدوهم حنا في الدار. برودوي ناتشورال. اكزاكتومون. الوغ كو الشربات اللي نجيبوها من برا يكونوا فيها دي زاديتيف اليمونتيغ. باغ اكزومبل عندنا لاسيد سيتريك كيفاش يقولوا؟ لا نوميناسيون تاعو. سي E330. Oui. Voilà, c'est un acide acide. Justement, c'est moi, les acides, ils sont, c'est-à-dire, ce sont des produits chimiques, mm-hmm. Les produits chimiques sont nocifs pour la santé. Pour l'acide citrique, genre, on redonne par un processus biologique beaucoup plus, genre, mm-hmm. Fermentation fongique par des micro-organismes. Donc, d'ailleurs, justement, genre, qui est dans les micro-organismes, genre, fongiques, des champignons, qui est une ribelle, les, ils ont, alors mais يقدروا يشربوا بزاف لي اسيد باسكو تحرقهم في المعده دونك عندهم اون الرجي اكزاكتومون كاين اللي عندهم اون الرجي لي موزيسور غير ما يحملوش يجيهم دي الرجي على جال هاد لي زاديتيف اليمونتير ميم لي كولورون دايوغ انا نشوفو بزاف شربات اللي تنباع برا يديروا فيها دي كولورون دي زاديتيف اليمونتير لي بالكسانداريان نافوا بالفروي اللي راهي مخدومه به هذيك الشربات سي جوست بور مونتري باغ اكزومبل زعما كو سي جون دونك زعما سيترون Exactement. Par exemple. Même شربات من باش على ماركيتي كي اللي نخدموها في الدار بيان سور رغم ما فيهاش دي زاديتيف اكزاكتومون تعاون في لا ديجيستيون تعاون في لو ترانزيت دايوغ فيكو فيها السيترون فيه البيكتين اللي يعاون كيما قلنا في لو ترانزيت باسكو جوغ يشد لو بول اليمونتير تاعنا جوغ يلايم جوغ واش يكون في لي انتستان تاعنا فوالا الي دي اسمعي كيفاش يقولوها بالعربيه مدير حاجاكم للبول فوالا تعاون في الخدمه تاع لي غان تاعنا voilà donc le boisson هذا il est considéré comme un boisson frais non seulement en même temps il est bien pour la santé ديالنا surtout كي واحد يكون صايم donc déjà c'est bien la santé ou avoir une boisson هكذا مع الفطار هكذا الله الله ça aide la digestion donc justement. On va pas avoir des problèmes de santé même fait des vitamines par, ou fait des minéraux qui m'appellent le potassium potassium les hyaun genre hyaun contre le qu'est-ce qu'ils appellent le nom le asthme voilà il نقص la tension artérielle les hyaun fait les fesses parce que fait le potassium genre une quantité mliha fait d'autres vitamines qui m'appellent l'acide folique B9 fait le B5 هادو حفايس كامل اللي يسحقهم الكور تاعنا هضرنا من قبيل قلت لك على لي زاديتيف اللي يزيدوهم في الدار راه كيما مزهر قرفه اكزاكتومون ينقصوا من لي سباسم ديجيستيف جوغ كي يكونوا عندنا بالك قرحه معديه ولا كاش حاجه راح تعاون باش تخفف منهم فوالا داكور دونك شاك كومبوزي شربت عنده لو رول ديالو اكزاكتومون تري بيان نورمالمون اكرام حكينا بما فيه الكفايه على الشربات Voilà, Tatiana, merci pour les informations. Genre, Tatiana, du côté culturel en même temps scientifique. Merci à vous. Blanzia. Alors, si vous avez la question, je vais vous dire, nous allons vous dire, ça va vous dire, Bye bye. سؤال حلقة اليوم يقول وشنو هو الاديتيف اليمونتير اللي يزيدوه للشربات اندستريال